حالة زي كده يعني بنعملوها. أول مرة نحس إن إحنا فعلا موجودين بين المجتمعات اللي إحنا اللي هي حوالينا أو المحيطة بينا بطريقة أو بأخرى. وإحنا الفن ده يعني تنقلناه سماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود محمد مبارك علي أحمد من عرب الرشايدة، والشهرة فوزي وسط إخواني وولاد عمي. هنا احنا هجرنا من الجزيرة العربية بفن تراثي، بفن تراث من اجدادنا واجداد الاجداد، فكان معنا التراث ده لعب اسمه المتيني. ففي المتيني بيكون صف واحد، بنكون منقسمين الى قسمين، نرد على بعضينا في الكلمات، فبنقول فيها ورسلت لك دمع عيني في قزاز اخضر، وليك من عندنا سلام ومن عندنا تحضر.
وده واحد قالها عن اخوه، كان اخوه غايب يعني، فايه بيرسل له يعني سلام في اللعب ده، عندنا اسمه اللعب التراث العربي الاصيل. بسم الله الرحيم. الاسم محمد مبارك علي احمد من عرب الرشايده من حاج رطوخ مركز نقاده محافظه قنا. الافراح بنست مسترسينها من جدودنا اللي هي الرجيعي في الافراح والمناسبات السعيده، من اباتنا وجدودنا ورسينها كبير لصغير بدون لا كتابه ولا قرايه. الرجيعي بيقول ايه؟ يقول نلعب ليه يا ليالي وليه يا زمان، وحلوم الليالي قلقتنا المنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد محمد حمدان عيد من قبيله العوازل حاج رطوخ مركز نقاده محافظه قنا، ويقطن معنا في هذه البلده قبائل الرشايده والعبابده والعزايزه، ونحن اتينا من الجزيره العربيه، وهذا التراث نحتفظ ما زلنا نحتفظ به إلى الآن، ويتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، ونتغنى به في أفراحنا وأعراسنا إلى الآن، وهو ما يسمى الزريبي، وهو عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة تقف في صف من 10 إلى 20 فرد الصف، والكلام موزون ومقفى زي إن يا ندهت انده كريم يحيى العظام وهي رميم، موزون ومقفى. لو لاحظت هتلقى انده كريم يحيى العظام وهي رميم، دي آخرها ميم ودي آخرها ميم. الشاي والنعناع غاية كيفنا، أدبح سمين الضان وأكرم ضيفنا، كيفنا وضيفنا برضه موزون ومقفى. وما زلنا حتى الآن في يغنى في الأعراس والأفراح ومحتفظين به إلى الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حسن سلمان علي أحمد من قبيلة الرشايدة محافظة قنا مركز نقادة حاج رطوخ. طبعا إن لما يجي عندنا أي ضيف بنقوم بالواجب به، ونجيب القهوة البن ونعمل البكرج بتاعنا وتمام، وهذا البكرج موجود، وبنصب له بنصب له القهوة مرة والتانية، ولما يجي ما يعوزش يهز الفنجان. إيه ما ي... لما بكون مش عاوز يهز الفنجان، لا مش هزه وأبقى إيه خلاص كده أبقى استكفه ده إيه البكرج بتاعنا قالنا يعني بس.